وزير الري النهارده قال كلام مهم، ان احنا بنستورد ميه او يعني غذاء ب 15 مليار دولار. من يومين كان معايا او من قريب الدكتور محمد حافظ استاذ هندسه السدود، وقال مصطلح برضو نسيته، وقاله لي النهارده العصر برضو ونسيته برضو، عن فكره بيضحك اهو، شوف بيضحك، بيضحك عليا دكتور محمد عادي يعني. مياه افتراضية، المياه الافتراضية. شكرا، لازم تقولها على الهواء. طب كنت تقولها لي في ودني. المياه الافتراضية. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كيف الحال؟ الحمد لله. دكتور محمد، يعني مصطلح المياه الافتراضية ده كنت حضرتك قلته لي في اخر لقاء بدنا، فانا كنت النهارده وزير الري طلع اتكلم عن ان احنا بنشتري ب 15 مليار دولار اغذية، وده تعويض عن العجز المائي. هل ده اللي ينطبق عليه دكتور محمد، المياه الافتراضية؟ فعلا هو ده كلام سليم. خليني أبسط الأمر ببساطة. لو أنت رميت بذرة برتقال في الأرض علشان تبقى شجرة وتعمل ثمرة برتقال، كل ثمرة برتقال هتحتاج على الأقل 50 لتر مية حتى تتحول من بذرة إلى ثمرة. طب انت لما بتستورد البرتقال من امريكا، فانت في الواقع انت بتستورد ميه، فشوف انت كم برتقاله بتستوردها، اضربها في 50 لتر، شوف بقى يبقى كم حجم الميه اللي بتستوردها. طبق هذا النموذج على القمح، على الرز، على السكر، على اللحمه، على الدجاج، كل شيء بيستهلك ميه بالدول المنشأ. هذه الميه انت بتاخدها على شكل سلعه، دي ما تسمى المياه الافتراضية. وزي ما قال وزير الري من شوية، احنا بنستورد 56% من المياه. بمعنى لو انت بتاكل 10 ارغفة في مصر، العيلة بتاكل 10 ارغفة، 4.5 رغيف زراعة مصرية، و5.5 رغيف انت بتجيبه من برة. يس. وال5.5 دي بقى ترجمها الى كيلو جرام، كم كيلو جرام، وكل كيلو جرام بيستهلك قد ايه. يعني بالنسبه للقمح الكيلو جرام بيستهلك حوالي 1350 لتر، بشوف كم كيلو جرام مصر بتستورده واضرب فيه 1350 لتر، يدي لك حجم المياه الافتراضيه. بس احنا من زمان، من ايام عبد الناصر، بنستورد قمح وبنستورد اغذيه، يعني ايه الجديد؟ لا، القصه في ايه؟ القصه ببساطه ان يعني المفروض ان الدوله تعمل على تقليص هذه المياه الافتراضية، مش انها تزودها. فالدول يعني الذكية بتحاول انها تركز الزراعات عندها، وخاصة الزراعات الاستراتيجية زي القمح، زي الذرة، زي الكلام ده. واللي كان تتذكر الدكتور محمد مرسي الله يرحمه كان قالك احنا عايزين نزرع قمحنا، عايزين نزرع ذرة. فهي دي قصة. انما الدول اللي هي عايزة تخلي السيسي زبون، زي ما حضرتك استخدمت اللقب ده من زمان، يعني السيسي يقول لك لا ما نزرعش قمح، نزرع فراوله، نزرع بطيخ، ونستورد القمح من فرنسا، نستورد القمح من روسيا او من اوكرانيا، لان انا لازم ابدو بالنسبه لهم زبون. ما فيش دوله ما بتستوردش اكل، كل الدول بتستورد اكل، ولكن استراتيجيتها ان كل 5 سنين يكون كميه الاكل اقل، ويكون كميه الاكل المزروعه اكتر. دي الاستراتيجيه السليمه يعني. طيب. يعني ولكن احنا ما بنعملش كده في مصر. احنا المنحنى بتاع الاستيراد الاكل في تزايد بشكل كبير، ولا زال عندنا ما فيش مشكله في سد النهضه كبيره، فما بالك بعد سد النهضه هتبقى مشكله كبيره. دكتور محمد، سريعا كده، كنا شفنا فيديو الاخ السوداني محترم كان واقف في النيل الازرق في القاع بتاعه، بيتكلم على انه النيل الازرق جف جدا، وبيسأل أين الإخوة المصريين؟ طب إحنا عندنا في السودان مشاكل أمنية، أنتوا عندكم في مصر مفيش حاجة. أكيد أنت تابعت الفيديو ده يا دكتور. طبعًا 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 طبعًا. طيب يعني. إحنا شفناه واقف في قاع النيل، يعني شفناه تقريبًا واقف في قاع النيل، النيل الأزرق. يعني أيوه أيوه. النتيجة بتاعت ده هتوصلنا إمتى بقى؟ خد بالك، يعني أنا أكثر من مرة قلت إن المية اللي طالعة من سد نهضة للسودان هتخلي السودان تعيش فيما يسمى السدة الشتوية. تتذكر احنا في مصر عندنا سدة شتوية. أيوة. فلما السودان تكون عندها سدة شتوية، والسودان دي هي اللي بتورد لنا المية، يبقى هتطلع لنا مية قد ايه؟
فاللي حاصل دلوقتي هي حاجة تشبه السد الشتوية في السودان، وهو ده اللي هيبقى الوضع الدائم بعد تشغيل السد سد النهضة. فلذلك القول بأن أثيوبيا هتطلع مية من النيل الأزرق للدولة المصرية، طبعا على الأقل وفي مية للدولة السودانية الأول. طب لذلك اللي شفناه في السودان ده دكتور هيوصلنا نتيجته إمتى؟ هيوصلنا نتيجته في مصر إمتى؟ لما تتخلص من المخزون بتاعك في السد العالي. انت لو ما كانش السد العالي موجود كان حالتنا هتبقى أسوأ من الحالة بتاعة السودان 3-4 مرات. فنحمد ربنا ان السد العالي هيسندنا لغاية سبتمبر 25. بعد سبتمبر 25 هتبقى السودان في وضعية مشابهة للوضعية اللي حضرتك شفتها، ومصر هتبقى في أسوأ. لذلك لابد من إيجاد حل سريع في أقل من سنتين لهذه المشكلة. يعني انت متوقع ان اذا ان شاء الله ما يستمرش، اذا استمر الوضع كده ففي بعد سنه من دلوقتي سبتمبر 25 تبقى الوضع سيء جدا في مصر. ده توقع؟ ايوه، لان اثيوبيا لسه قدامها الملء الخامس، والملء الخامس محتاجه انها تكمل السد. المفروض ان لسه في 32 مليار محتاجه تخزينهم، ف 32 مليار محتاجه تخزينهم معنى كده ان ربما ما يبقاش في ميه حتى تطلع للسودان السنة الجاية لو كملت على 32. ولكن أتمنى من الله أن ما تعملش 32، تعمل أقل من ذلك، في وقت أن النيل الأزرق ذات نفسه بيعاني من ما يشبه حالة جفاف. فأنت دلوقتي في مصيبتين تدخلوا مع بعض، أن ما فيش مية في النظام المائي. يعني النيل الأزرق في الوقت ده المفروض كان يطلع حوالي 450 مليون متر مكعب في اليوم، النهاردة بيطلع حوالي 120 مليون اللي بيوديهم للسودان. لذلك انت شايف السودان بتعاني من مشكلة جفاف البحيرات بتاعت السدود. فلذلك لو استمر الأمر لمدة سنة وتبقى 7 سنوات عجاف، آسف أقول لك هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. طيب دكتور عندي سؤال أخير للقصة دي، أنا معرفش إلى أي مدى حضرتك مطلع على داخل المفاوضات أو الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت بين الجانبين الأثيوبي والمصري، لكن الدكتور ممدوح حمزة فجر مفاجأة في المفاوضات الأخيرة دي وقال إنه تم إلغاء مناقشة حصة مصر أساساً. يعني الجانب المصري عرض على الجانب الأثيوبي تخفيض حصة مصر، ولكن الجانب الأثيوبي رفض أصلاً وقال لهم الحصة دي أنتوا ناقشتوها مع الاستعمار، إحنا مالناش دعوة بيها. إلى أي مدى ممكن يكون كلام الدكتور ممدوح حمزة صحيح؟ لا، هو كلامه سليم تماما، والكلام ده بقى له اكتر من سنتين، ولكن الحكومه المصريه ما بتتكلمش الكلام ده او تبلغ الشعب المصري. القصه ان اثيوبيا بتقول والله الميه اللي بتوصل لمصر دي فيها 10 دول مشتركه فيها، لابد ان ال10 دول يقعدوا مع بعض ومع مصر ويقولوا هنطلع قد ايه للدوله المصريه، وهذا ما يترجم باتفاقيه عنتيبي. يعني هي اثيوبيا بتسحب مصر تدريجيا لاتفاقيه عنتيبي. واتفاقية عنتيبي ببساطة كده إن إحنا نطلع لك مية على نظام إحسان مننا، مش على أساس إن حصة. وتاني إن ممكن جدا إن زي ما بيقولوا المناصفة والمعادلة للمية والكلام ده، إن يكون لأثيوبيا حصة كاملة، وهذه الحصة تستفيد منها في الزراعة وتستفيد منها أيضا في تصديرها لمصر أو تصديرها لإسرائيل. ولذلك بدأ الكلام النهاردة بيتزايد على إحنا بنستورد مية كتيرة. أعتقد هذا نوع من التمهيد للعقل الباطني أو الجمعي للشعب المصري، بأن إحنا طالما بنستورد مية طب ما إحنا ناخدها من أثيوبيا على هيئة خضروات، على هيئة سلع وكلام من ده. أعتقد أن التصريح بتاع وزير الري ووزير الخارجية في نوع من التمهيد لإحتمالية استيراد المياه من أثيوبيا، إما على هيئة مية خام أو على هيئة سلع. يعني هو بيمهد العقل الباطني الجمعي للشعب المصري لتقبل حاجة زي دي. طيب لكن كان قال عمرو أديب اللي هو المذيع السعودي على القناة السعودية، كان قال إنه أدك بتضحك برضو، ما هو مذيع سعودي، هو راجل قال له تركي الشيخ قال له أنت صناعة سعودية، أنا كذبت على الهواء مثلا؟ لا 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 سليم. طيب سليم. هو الراجل قال له كده على الهواء وعمرو ما رضيش، قال له انت صناعه سعوديه. طيب اذا عمرو اديب المذيع السعودي كان قال انه يا جماعه لازم نهيئ نفسنا لحلول بجد. يعني هل تعتقد انه هناك حلول اخرى غير شراء المياه من اديس ابابا؟ اعتقد ان هو ده اللي بيضغط فيه محمد بن زايد
لهذا الامر. وحيبدو الامر بان هو محمد بن زايد هقول لك لا انا هعمل مشاريع وهعمل مشاريع زراعيه بحيث ان انا اجبر اثيوبيا على خروج مياه كافيه للدوله المصريه، ولو حصل عجز من للدوله المصريه انا هشتري المياه واديها للدوله المصريه ببلاش او بسعر رخيص. كل الكلام ده هيكون نوع من التمهيد فقط لاقناع الشعب المصري بضروره التوقيع على اتفاقيه ملزمه مع اثيوبيا تتضمن حصول اثيوبيا على حصه مائيه. وهذا التمهيد هيشبه تماما زي التمهيد اللي عمله السيسي لما تنازل عن تيران وصنافير وقال لك هنبني جسر الملك سليمان وبعد كده الامر اختفى تماما. ففي وعود هتيجي من ابو ظبي بتسهيل الحياه للشعب المصري ومشاريع زراعيه خيرها هيروح للدولة المصرية، ولذلك أثيوبيا لازم يكون لها حصة مائية. ولكن في النهاية دوا يعني هيكون في البداية، بعد كده هيسيبك أنت وأثيوبيا يعني نتناقش معها على المدى الطويل. بشكرك يس. جدا الدكتور محمد حافظ. ممكن اسال سؤال اخير بقى سؤال بس أخير. مش ليا ما تسالش ليا انا ما تسالش ليا انا لا انا بس في في البرزنتيشن اللي انا ارسلتها للاعداد كان في شريحه خاصه بالابقار المصريه. أنا بس عايز أقول لحضرتك إن عدد الأبقار المصرية انخفضت بداية من سنة 16 بمعدل حوالي 2.25 مليون بقرة. فأنا عايز أسأل ليه التعداد البقر نزل في مصر من 5.1 من 10 مليون سنة 16 إلى 2.8 من 10 مليون سنة 2019، وما علاقة هذا بما يحدث مع الحاج حنة والكلام ده؟ في انت يعني انت قصدك احنا عارضين على الشاشه يا دكتور محمد حضرتك. أيوة. بتقول بس هاتوا لي هنا يا جماعه عشان انا الشاشه بعيده عني جدا. حضرتك بتقول ان عدد الابقار انخفض، السيسي يتخلص من الابقار المصريه، مش عارف ايه، بيهدف تخفيض استهلاك المياه المحليه والاعتماد على المياه الافتراضيه من عند الحاج وائل حنا الامريكي. صغر شويه عشان اشوف. أيوة. يا جماعه العدد الابقار في الدوله المصريه خلال فتره من 2016 ل 2010 2016 كان 4 مليون يا ميزو، صغر شويه الله يخليك، ما خلال فتره من 19 ل 21 وصل عدد الابقار الى 2 مليون من 4 مليون، قال يعني تقريبا قال 2 مليون اختلاف السرعه في مصر، صح كده؟ 5% مصر تفقد 50% من الثروتها الحيوانيه دون ان، لا مش عايز اكبر انا عايز اصغر حتى ان ياخذ الشعب باله، يعني طبقا صغر شويه للاحصائيه اللي عاملها الدكتور محمد حافظ انه كان عدد الابقار المصريه ما بين 2010 2016 كان 4 مليون فاصل 7 من 4 مليون الى 5 مليون. في 2019 2021 كان وصل عدد الابقار الى 2 مليون الى 2 مليون 8، تقريبا 50% من حجم الثروه الحيوانيه البقر يعني في مصر قل تماما من غير ما الشعب ياخد باله. وحضرته برضو عامل كيلو اللحمة الأحمر بيحتوي على 1000 إلى 16000 لتر مياه افتراضية، يعني أنت بتستورد لحوم كأنك بتستورد مياه افتراضية، الكيلو واحد بيحتوي على 16000 لتر مياه افتراضية. حضرتك ده اللي بعته صح كده؟ أيوة ده اللي بعته. أنا عايز أسأل بس ليه عدد الأبقار انخفضت بشكل كبير جداً وبشكل دروب سريع؟ طب انت معتمد على جايبها منين الاحصائيه دي يا استاذ؟ دي البنك الدولي، احصائيات البنك الدولي مش محمد حافظ، دي احصائيات. انا مضطر اسالك السؤال ده عشان ما حدش يقول لك احنا بنهبد وبتاع. ايوه ايوه احصائيات البنك الدولي مش محمد حافظ. يعني البنك الدولي قال ان عدد الابقار في مصر خس من 2016 50%. ايوه في حدود 50%. ففي هنا حاجه بتتم في القطاع الحيواني في مصر، التخلص من الابقار لانها بتستهلك كميات كبيره من المياه، فدي تمهيدا لتبعيات سد النهضه، يعني مش فقط تقليص مساحه الارز ومساحه المزروعات الاساسيه او يبقى زبون لحمه، ولكن ايضا بيتم التخليص يس ما احنا وهيبقى زبون لحمه. ايه هيبقى زبون لحمه؟ يبقى زبون لحمه. ففي دي النقطه دي ارجو ان المواطن المصري ياخد باله منها يعني. اورايت انا كده كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور محمد، وشاكر لاستجابتك لطلبنا. شكرا دكتور محمد حافظ، استاذ هندسه السدود، بشكرك جدا.